حينما تحدثت المرة قبل أيام، أو حينما تفجرت واقعة السبائك، بعث لي أحد أحرار الضباط، بعث لي برسالة. خليني أقرأ لكم الرسالة مختصرة. لما سمعت عن السبائك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مصائب قوم عجائب. لما سمعت عن سبائك ذهبية التي أخذها أبو يحيى من ملوك وأمراء خليجيين، قلت ماذا لو يقرأ ما سيكتبه، فإنه أخطر بكثير مما حدث مع أبو يحيى. لما يبرمج مجيء الخليجيين إلى الجزائر للترفيه والصيد، تنشأ لجنة وطنية وبها لجنة عسكرية خاصة، كان يرأسها في المجمل في الغالب الفريق أحمد قايد صالح، عندما كان على رأس قيادة القوات البرية. هو هنا يمد مثال لما كان القايد صالح على رأس قيادة القوات البرية، هذا رانا في بداية 2000، أو من خلفه فيما بعد، يعني من بعد اللي يخلف اللي يصبح هو قائد القوات البرية، هو اللي كان يرأس هذه اللجنة العسكرية، عسكرية وعلى مستوى وطني. تقوم القيامة ولا تقعد، يتم إعداد ملف تكتيكي عملياتي لتحديد الأدوار لكل من ولاة الجمهورية للولايات المعنية وممثل دائرة الاستعلام والأمن ديراس، والمديرية المركزية للأمن الوطني، الدرك الوطني، الحرس الجمهوري، قادة النواحي المعنية بهذه العملية. فيتم تحديد حظر الطيران في مناطق الصيد وإلغاء حتى عمليات التدريبية المبرمجة في إطار التحضير القتالي السنوي. إلى هنا قد يبدو كل شيء على ما يرام، لكن الغريب في هذه المسألة ما لاحظته هو أمرين اثنين: أن الأمراء وحاشيتهم لا يبيتون في الجزائر، بل يجلبون معهم طائرات عمودية من نوع بيما، وفي الغالب يتوجهون في الليل في المساء إلى المغرب أين توجد فيلاتهم وقصورهم. خلينا نختصر شوية. أما الأمر الثاني والأخطر، فكان هؤلاء الأمراء يطلبون قوائم كل المعنيين في هذه العملية بما فيهم كبار القادة العسكريين والولاة، وحتى ربما صفات جنود وضباط، والقوائم مصنفة على هذا الشكل. في الأخير بالتدريج يعني، في الأخير يتلقون الهدايا والأموال بالدولار، وفي إحدى المرات وجد في القوائم حتى مدير وعمال مدنيين لإقامة الميثاق. إقامة الميثاق هذه هي أهم إقامة، ريزيدونس، أهم إقامة رسمية للبلاد، تسمى إقامة الميثاق، وهي فندق تقدر تقول من نوع 7 نجوم يعني تقريبا، يعني إذا حبينا نعطوا له التوصيف يعني. هكذا أعرفها أنا لما كنت في وزارة الخارجية، دخلت مرتين أو ثلاثة في لقاءات مع اجتماعات دولية يعني. هناك قائدين للقطاع العسكري البيض وسعيدة رفضا إدراج أسماءهما في القوائم، فتم تسريحهما، ومنهم عقيد توفى مؤخرا. وعلى إثر هذا فالإجراء في السيادة الوطنية تكون قد مست، وفي بعض الأحيان كانوا يتصارعون بعض الضباط على من تدرج أسماءهم لنيل هذه الغنائم المسمومة. هذه شهادة من ضابط كبير يتحدث أن قضية السبائك وقضية الهدايا هي في الحقيقة لا تخص فقط أبو يحيى ووزراء ومدنيين، إنما الموضوع يتعلق أيضا بضباط كبار كانوا يتصارعوا شكون اللي يدي الهدايا من عند الخليجيين. والحقيقة أن هذا الموضوع لدي فيه كثير من المعلومات ومن الرسائل اللي وصلتني من جهات متعددة لما تحدثنا على موضوع السبائك، بما فيها في داخل الدرك، وكيفاش احيانا لما الخليجيين يمدوا اموال لصف الضباط ولبعض الضباط الصغار تاع الدرك، يناديهم المسؤول الاول مع رتبه عقيد او ينحلهم كل شيء، وكيفاش صار خصومات، وتفاصيل كثيره في هذه المأساة. بلد بهذا الحجم وبهذه الامكانيات وبهذا التاريخ الممتد عبر آلاف السنين، وبكل ما لديه من إرث حضاري وحرث
وإرث تاريخي وجغرافيا واسعة وموقع هائل وشباب وناس ومتعلمين في الداخل وفي الخارج يصبحوا أمراء الخليج، يشروا المسؤولين تاعه ببضعة دولارات أو ببضعة سبائك ذهبية. كم آلمني وكم يؤلم كل حر وكل حرة في البلاد هذا الموضوع، خاصة أنه اعتراف جاء من أحد أجرم وأخبث من الواجهة في الواجهة المدنية، يعني ويحيى هو وبوتفليقة عبد العزيز والسعيد بوتفليقة، هذ الثلاثة لو كان تعطى لي قائمة هم أسوأ المدنيين اللي عرفتهم الجزائر في العشرين سنة الأخيرة. فاعتراف ويحيى بتلقي سبائك الذهبية، ويومها اعترف أنه تلقى 60 سبيكة ذهبية، والأبشع من ذلك أنه راح باحها في المارشي نوار في السوق السوداء كما قال هو، وقال أنها جابت له 35 مليار سنتيم، هدية واحدة 35 مليار سنتيم. يا أسفاه، أين وصلت البلاد في عهد كمشة الجنرالات، في عهد هذه العصابات؟ لكن أردت أن لا أذهب اليوم قبل أن على الأقل نقف على شيء إيجابي، والحمد لله أن في كثير من الإيجابيات في هذه البلاد عند الشباب وعند الناس وعند المواطنين، اللي رأى بعض منهم يجتهد، وكان هذا اجتهاد من شباب في مدينة الأغواط. شباب من شمال افريقيا رجعوا امجاد علم قديم بالعالم الاسلامي. هدول الشباب مش من المانيا ولا امريكا ولا بريطانيا، هدول الشباب من الجزائر. تغير هشام رئيس جمعية سويل لعلم الفلك وعلوم الفضاء. هشام الاخضر طارق وغيرهم من الشباب الجزائري بمعدات بسيطة جدا رصدوا ظاهرة فريدة بالسماء. نجم مزدوج رح يدخلهم لأهم وكالة فضائية ناسا. هالشباب ذكرونا بواحد من أهم العلوم اللي ازدهرت بالعصر الذهبي على إيدين عدد كبير من العلماء المسلمين بعلم الفلك، ابن سينا، ابن الهيثم، ابن رشد، وعشرات من الأسماء اللي سمعناها بدروس التاريخ. علمونا كيف نعرف طريقنا بالبر وبالبحر من خلال النجوم والشهور الإسلامية عن طريق دورة القمر. وهلأ صار وقت تتعرفوا على الأخضر مختاري، واحد من الشباب الثلاثة وعضو جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء بولاية الأغواط بالجزائر. معكم مختاري الأخضر، ناطق إعلامي بجمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء بالأغواط. نحن الآن أمام إنجاز تاريخي قامت به جمعية سهيل. ليش هيدا الإنجاز مهم؟ وليش عامل هاي الضجة؟ الحمد لله كل اللي درس كويك بإيقاف النجاح، وكانت من خلالك تم اكتشاف نجم مزدوج. النجم المزدوج هو عبارة عن نجمين قراب كتير على بعض بدوروا حوالين بعض بسرعة عالية جدا، بس عن بعيد ببينوا واحد، وعادة صعب كتير. حيا الله هذا الشباب، وحيا الله كل مجتهد وكل حر في هذه البلاد. حيا الله الأحرار أينما وجدوا وأينما كانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.